تمام. لا لا ما فيش. طيب آخر حاجة، ها لو هل استيراد البيع الملكية اللي هي التانية اللي بتيجي من بره دي تعتبر فيها غش، أكل أموال الناس بالباطل، ملكات اللي هي ملكات أجنبية يعني مش عربية؟ يعني انا العبره فيها الان، انا ذهبت اشتري ماركه قويه معروفه وانت اعطيتني سلعه رديئه لكن مكتوب عليها اسم الماركه، ايه رايك انت في هذا الباب؟ لا فضيلة الشيخ، بيتكتب للعميل دي كوبي، كوبي يعني مقلده. ومش حاجات ما بتبقاش نفس الجودة رديئة خالص، دي ساعات بتوصل نفس الجودات، لكن طبعا الاسم الماركة التجارية بيبقى ليها سعر لوحده يعني. على كل حال العبرة بالبيان الوافي وعدم الغش. الرسول قال إن أجمل القول، أجمل القول رسولنا فقال إن نصح وبيان بورك لهما في بيعهما، إن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. بس هذا الاختصار. بارك الله السلام عليكم.